يعني بعد دخول الملك عبد العزيز طبعا للرياض، الملك عبد العزيز استخدم هذا القصر في عدة استخدامات، بداية انه كان مقر لسكنه وللحامية المرابطة يعني لحفظ الرياض في هذه الفترة. بعد ذلك بعد أن استقرت الأمور للملك عبد العزيز، تقريبا الرياض لم يهاجم بعد ذلك، يعني بدأت الحروب التوحيد خارج الرياض، يعني الرياض استقر الحكم فيها واستمر. فبدأ استخدام الملك عبد العزيز بداية اللي يكون بيت المال، بيت المال بمعنى أنه فيه المؤن والأعلاف وجميع ما يخص يعني المال يعني الحكومة يعني الموجودة حاليا. أيضا استخدمه طبعا مقر للضيافة، استخدمه مخزن للأسلحة، كذلك كان في سجن، يعني لأنه كان كأنه هو الدائرة الحكومية الرئيسية الموجودة في الرياض، فاستخدم يعني في جميع الاستخدامات التي تحتاجها هذه الحكومة. من يرى المصمك اليوم يرى في أعماقه معالم وآثار ترسم للعين والخيال ملامح العصر الذي بني فيه المصمك وخصائصه، لا من حيث الطراز المعماري فحسب، بل ومن حيث الحياة الأسرية والاجتماعية والسياسية لذلك العصر، ويحفظ خلف جدرانه جلال التاريخ ورهبته وصمته. ومن يلمس خوخة الباب يستطيع أن يلمس آثار معركة الرياض واقتحام المصمك، ويصافح انطلاقة العصر الذي جاء به الملك عبد العزيز. كوصف للمصمك، يعني من الجهة الخارجية نرى أنه أسوار، أبراج، بوابة كبيرة، يعني لو أخذنا تفاصيلها تقريبا هو يعني يحيط فيه السور الخارجي لهذا القصر، تقريبا سمكة يعني يعتبر كبير جدا، سمكة حوالي 1.25 متر. طبعا على الزوايا الأربعة هناك أربعة أبراج، الأبراج هذه في هذه الفترة تعتبر من الأبراج العالية جدا، يعني البرج الواحد يبلغ تقريبا 18 متر. طبعا كانت في الزوايا الأربع بحيث أنها تشرف على كامل الرياض، ومن خلالها يستطيعون مراقبة الداخل والخارج. أمر آخر أيضا، هناك في الوسط في يعني يلاحظ في برج يعني في وسط القصر، هذا البرج يسمونه المربع، وأعتقد أن المقصد فيه في حال اقتحام القصر يعني الجنود يعني يحتمون داخل هذا البرج اللي في وسط المصمك نفسه.